بنعبدك ونصوم ونصلي يا ربي يا منعم يا كريم، وطمعانين في رضاك وبندعي تجود علينا بقلب سليم، محب للخير صافي وراضي من الخطايا معافى سليم، في العسر بيزيد صبره ويشكر وفي يسر ليك بيزيد تسليم. ولو في يوم قصرنا في شكرك وانشغلنا يوم عن ذكرك، بنعيم علينا بنعمة عفوك برحمتك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة والتي نسعد فيها وندعو الله سبحانه وتعالى أن نلقاه بقلب سليم. واسمحوا لي في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بفضيلة الشيخ محمد رضا من علماء الأزل الشريف. الشيخ محمد أهلا بك. أهلا بك أستاذ حسن الله. وسعيد بهذا اللقاء. ربنا يعزك الله يكرمك. وأسعد أكثر بهذه العناوين والسعادة الكبرى بأن نسمي وأن نصلي في بدء كل حلقة لننال هذه البركات ولتشملنا هذه النفحات. أحمد الحق تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الوجود والبركة العامة في كل موجود، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد حروف القرآن حرفا حرفا، وعدد كل حرف ألفا ألفا، وعدد صفوف الملائكة صفا صفا، وعدد كل صف ألفا ألفا، وعدد الرمال ذرة ذرة، وعدد كل ذرة ألف ألف مرة، عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك ونفذ به حكمك في برك وبحرك وسائر خلقك، عدد ما أحاط به علمك القديم من الواجب والجائز والمستحيل. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مثل ذلك وبعد. كان أهل الله يتنافسون في الصلاة على سيدنا صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني اللهم ارزقنا. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. نعم. سيدي أحمد الدردير. نعم. يعني رضي الله عنهم جميعا. فضيلة الشيخ محمد، يعني اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. الله، اللهم اشملنا ببركات هذه الصلوات يا رب العالمين. ألا ترى سيدي، يعني الصلاة على سيدنا النبي إذا استغرقتنا شغلتنا بكل حلاوتها. نعم. عن كل ألم. نعم. وعن كل سؤال. نعم. وعن كل استفسار. ألا ترى أن كل نداء في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كانت الآية تبدأ به يا أيها الذين آمنوا إلا في موضع واحد، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يعني بدأ يعني أمر أمرا وبدأ بنفسه. نعم. لذلك حتى أهل الله يقول لك إيه لما تقرأ الآية دي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، قبل أن تصل إلى يا أيها الذين آمنوا خليك انضم لهم بسرعة. انضم وفي سرك كده صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وصانا سيدنا، وكانت الوصايا الإلهية التي ساقها إلينا سيدنا صلى الله عليه وسلم أن الأبناء نوصيهم على الآباء مش العكس. نعم. مش العكس. نعم. لذلك يهدف الأباء دائما إلى صلاح الأبناء. نعم. ما معنى أو كيفية أو كيف نصل إلى هذا الأمر إلى أن يكونوا صالح. من الصالحين؟ نعم. أولا الله سبحانه وتعالى جعل الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قرة العين يعني ما يرضي الإنسان أو قمة رضا الإنسان. ودائما حين يرى الوالد أو الوالدة الابن أو البنت في نجاح واستقامة وهداية وتقوى، فإنك تجد أن السعادة تشمل هذه الأسرة فرحا بهذا العطاء الرباني
الذي جعله الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيتوقف هذا على وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا كان الأب بيصلي بيبدأ الطفل وهو صغير يقلد الأب، وإذا كانت الأم تصلي تبدأ البنت تقلد الأم. ولذلك أفضل شيء لتعليم الأولاد الاستقامة بالنسبة للوالدين، وأن يتحرى الوالد المال الحلال والنفقة الحلال، لأن كل جسد نبت من سحت أو من حرام فالنار أولى به. كيف يكون صالحا والنفقة التي تنفق عليه حرام أو فيها شبهة؟ يبقى إذن لابد أن يتحرى الإنسان قدر إمكانه، فاتقوا الله ما استطعتم، قدر إمكانه أن يتحرى الحلال حتى تكون تربية الأبناء تربية سليمة صحيحة. وإذا ما كان هذا، أنا عايز طبعا الوقت مش هيتسع إن أنا أتكلم في كل الجوانب اللي فيها صلاح الأبناء، ولكن في الغد متسع لكل شيء في نعم. الحلقات القادمة متسع لكن لأشياء كثيرة. لكن عايز أأكد على شيء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه، وبقول لكل أب وكل أم، خاصة أولادنا الشباب اللي لسه فرحان بابنه أو بنته الصغير. سيدنا النبي بيقول لكم ما الولد يبقى عنده أو البنت عنده 7 سنين علمهم الصلاة، وما قال لنا نعلم الأولاد الصلاة قال لنا اصبروا عليهم. تخيل ان الواحد بيدخل مركز التدريب في الجيش بياخد له 40 يوم، ده مديله 36 شهر 36 شهر تعليم. امروهم عليها لسبع او علموهم لسبع واضربوهم لعشر، يبقى بيديني كام سنة؟ 3 سنين 36 شهر. ليه؟ علشان الواد لو معرفش اول مرة وتاني مرة وعشر مرة ومئة مرة برضو أنا ما يقسي منه وقلت أنت مش فاهم أنت مش عارف، لأن أنا شفت هذا الأمر في مع أب من الآباء أو أم من الأمهات، يعني ما عرفش يتصرف كويس أو ما عرفش يتصرف في تعليم فكرة التكاسل عند الأبناء. هو عايز يعني خلاص أنت مش عارف أن فيه صلاة، طب أنت مش عارف اللي في الفرض ده. قلت له يا سيدي اتعلم ده، شوف سيدنا النبي قال لنا 36 شهر، ده أنت لازم تتنك عندك صبر يعني على تعليم الولد أو تعليم البنت في كيفية الصلاة والتعود كمان العادة على الصلاة، لأن لو الولد أو البنت تعودوا على الصلاة يبقى إن شاء الله كل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بس خلصت القصة، يبقى أنا عندي الالتزام بالصلاة بيعلم الولد كل حاجة، والالتزام بالصلاة يعني بيلتزم بالمسجد، وبيلتزم بالمسجد يبقى هيتعلم أمور دينه، يبقى هيتعلم قال الله وقال الرسول، هيتعلم ازاي يكون بر بوالديه، هيتعلم ازاي يكون فيه اداب وفيه سلوكيات، هيتعلم ازاي يكون انسان محترم. انما اللي بيبقى بعيد عن المنهج ده بتلاقيه بعيد عن منهج الله وعن التربيه السليمه الصحيحه. فعايز الاباء والامهات يحرصوا حرصا شديدا على تعليم الاباء، لان هذا امر من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإحنا لازم نلتزم به ولازم نعود أولادنا عليه ويكون عندنا صبر في التعليم. بعد كده أنا ببدأ الاستقامة عند الوالدين. الاستقامة يعني أنا أما يكون حد بيخبط ما تقولش الواد قول له بابا مش هنا أو قول له ماما مش هنا، أما يكون حد بيرن على التليفون ما تقولش خد رد وقول لا أنا مش هنا. طب ما الواد هيتعلم الكذب، هيبقى كذاب ورخري، خلاص يبقى أنت علمته صفة ذميمة خدت بالك نهى عنها الشارع الحكيم. لا، احنا عايزين نتعلم كيف نكون صادقين، يبقى لابد من الاستقامة للوالدين ليسير الأولاد أو الأبناء على درب الوالدين، يمشوا زي أبوهم وأمهم ما بيعملوا. لو عملنا كده هتلاقي الولد لوحده طالع وينشأوا إيه؟ ناشئ الفتيان منا. يبقى الإنسان بيلاقي نفسه علم بدون جهد وبدون تكلفة وبدون أي تعب ولا شقاء، بدل ما أنا بنشغل في التليفون وبنشغل في مواقع التواصل، لا أنشغل بتعليم ابني. حتى لما لقيه مصر على التليفون أحاول أحجمه عشان أعلمه
السلوكيات ازاي وازاي. اما اكون انا بر بابويا وامي، هيتعلم ابني ان يكون بر بابوه وامه. يعني بروا ابائكم، بروا ابائكم، تبركم ابائكم، تبركم ابنائكم، ابنائكم. يبقى ايه؟ يبقى انا اما بكون بر، ما هو ده حضرتك يعني، انا عايز الاب والام في سلوكياتهم يعلموا ابنائهم ازاي يكونوا صالحين، كيف يكون الولد صالح من خلال سلوكيات الاب والام. يبقى اذا التعليم والسلوكيات عند الاب. وخلي بال حضرتك من اخطر الامور ان الاب او الام يعلي صوته على ابوه او امه. انت هتعلم ابنك ان يعلي صوته؟ انتبه. يبقى انتبه، انتبه، خلي بالك، عشان الامر ده خطير بالنسبه لك انت. والموضوع على فكره بيحصل، يعني هيحصل في الحياه طبعا. يعني البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت فكما تدين. في هذه العلاقة، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالد. شوف مع بعد الشرك، بعد طبعا بعد توحيد الله، النهي عن الشرك والامر بالتوحيد. نعم، هو التوجيه للإحسان. للإحسان. الإحسان مش للطاعة بس، للإحسان. مش بر فقط، ولكن معنى الإحسان أن تفعل في غيابهما ما يحب أن تفعله في حضرتهما. الله. خلينا نروح للتقرير اللي معانا دلوقتي ونرجع لحضراتكم لنكمل هذا الحوار وهذا الحديث، ليس فقط في عنوان فقط واحد ولكن في عناوين كثيرة، مع فضيلة الشيخ محمد رضا من علماء الأزهر الشريف. مبادرة إعمار المساجد في مؤسسة نبض الحياة بتقدم لك الفرصة إنك تشارك في بناء بيت من بيوت الله. إن بيوتي في الأرض المساجد، والله سبحانه وتعالى والذي يأذن في أن يقام بيت من بيوت الله. لذلك كانت رحلة مؤسسة نبض الحياة مع بناء بيوت الله بدأت في 2019 بمسجد الرحمن الرحيم، وقدرنا بفضل الله ثم بفضل دعمكم مع مؤسسة نبض الحياة ان احنا ننجز 14 مسجد على ارض الواقع، 14 علامة تشهد لنا في الدنيا ويوم القيامة. قدرنا بفضل الله عز وجل ننشئ مع بعض ونعمر 7 مساجد في الفيوم، و4 مساجد في قنا، ومسجد في المنيا، ومسجد في أسوان، ومسجد في البحيرة. كل هذه المحافظات فيها مساجد أقيمت لمؤسسة نبض الحياة. بفضل من ربنا عز وجل قدرنا ان احنا ننشئ ونعمر مساجد تليق فعلا انها تكون بيوت الله سبحانه وتعالى. لذلك بيوت الله سبحانه وتعالى بناؤها والمساهمة فيها من افضل الاعمال، وهو عمل الانبياء، لانها يذكر فيها اسم الله وتقام فيها الصلاة. اهلا بحضراتكم. الكلام موصول ومتصل. لما نتكلم عن اعمار المساجد وبناء المساجد، يا من تساهم، يا من تتبرع، يا من تسعى خطوه او خطوه لبناء مسجد، انت بتساعد اب وام على تربيه ابناء صالحين، مش كده ولا ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه صلاه تملا خزائن الله نورا، وتكون لنا وللمؤمنين ولأولادنا فرجا وفرحا وتربية ونجاحا وتوفيقا وسلما وسلاما وأمنا وأمانا وسرورا، وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك كان أهل الله
إذا دعوا ربهم يقولون اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنير بها الدروب، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة نربي بها أولادنا، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تصب بها علينا الخير صبا، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ منها الآفاق، وعلى آله وصحبه صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق، واسترنا بها بين يديك يا عزيز يا خلاق. اللهم آمين يا رب العالمين. أولا يعني شوف حضرتك السؤال، بيوت الله سبحانه وتعالى في الأرض المساجد، هذه المساجد وهذه البيوت الله سبحانه وتعالى جعلها لماذا؟ لذكره، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. طيب أما أنا أعلم ابني ذكر الله أو أعوده على بيوت الله وأنه هو يروح يصلي، يبقى ابن حيذكر الله، حيقول الله أكبر سبحان الله، ده بيشوف السلوك قدام عينيه، الحمد لله، حيعمل زي الناس ما بتعمل، حيبدأ يتعلم الأدب ويتعلم الالتزام، صف واحد اركع ارفع اسجد قم من السجود، هتلاقيه بيتعلم الانضباط، خدت بال حضرتك؟ كل شيء في السلوكيات يتعلمه الابن الصالح يتعلمه من خلال بيت من بيوت الله. طيب أما ربنا جعل هذه البيوت لذكره سبحانه وتعالى، ربنا بيقول إيه؟ فاذكروني أذكركم. يبقى أنا هعلم ابني إن هو يذكر ربنا، يبقى ربنا هيذكره بالأدب والأخلاق والتحلي ويتجلى عليه بأسمائه الحسنى، وربنا يفتح عليه بقى، ويجي بقى يتعلم يسمع الأستاذ حسن أو يسمع حضراتكم، يسمع حضراتكم الله يبارك، وهو عمال يصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال ده بيصلوا، أما صلى عليه زي هم بيصلوا، كل تشهد يلاقي نفسه بيصلي على سيدنا النبي صلى بالصلاة الإبراهيمية، كل يلاقي نفسه اتعلق بذكر الله وبالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صلاة، خدت بال حضرتك؟ فتخيل أجيال كاملة تتعلم وتتعلق قلوبها بذكر الله وبيوت الله، ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد وشاب نشأ في رعاية في طاعة الله. طيب يبقى ما هياخد اتنين اهوت، ده الطفل الصغير اللي أنا بعلمه، يبقى إذن نال ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. طيب يبقى الأب والأم هياخدوا إيه اللي علموه؟ يبقى اللي بنى المسجد ده هياخد إيه؟ إذا كان العائد من الحسنات والدرجات بيعود على الآباء والأمهات، لأن الولد كسب أبيه وكسب كسب الأب ليه وكسب الأم ليه؟ لأن إحنا عندنا حد بيوجه ويعلم وحد بيسيب، فإما إن الابن يطلع صالح أو يطلع فاسق. بحضرتك بتشير على حاجة مهمة جدا، أيوة، الفرق بين العناية والرعاية والتربية. بالظبط، أنت بتعتني بيه، بتوديه أحسن نادي، بتجيب له أحسن لبس، بتجيب له أحسن عربية، دي عناية أو رعاية. بالظبط، بس التربية، إنما التربية بقى دي أهم شيء، ده السلوك. بالظبط، ده السلوك، والتربية دي واجبة على كل أب وأم، وأحيانا يكونوا راعين، كلكم راع وكلكم مسؤولون عن الرعايات وليسوا مربين، علشان كده احنا عايزين نهتم بتربية الأولاد من خلال بيوت الله، ونعلمهم الالتزام بالصلوات، ودايما نقول ان اما ربنا يكرمني وأساهم في بيت من بيوت ربنا، ربنا هيهدي لي أولادي وهيصلح لي حال أولادي، لأن أنا عايز أصلح حال أولاد الناس. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تصلح بها شؤون أبنائنا يا رب العالمين، ورب بها أولادنا يا رب العالمين. اللهم رب أولادنا، اللهم رب أولادنا، اللهم رب أولادنا. هنروح لفصل قصير ونرجع لحضراتكم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، صلوا عليه وسلموا
تسليما. خلينا نروح للعناوين لمؤسسة نبض الحياة وأرقام التليفونات اللي بتظهر قدام حضراتكم على الشاشة بالتفصيل لسهولة وتيسير الاتصال والتواصل لينشأ الوصل الجميل بين حضراتكم وبين مؤسسة نبض الحياة التي هي همزة وصل بين محب الخير ومستحق الخير. وأرقام التليفونات والخط الساخن، ودائما مع الخير وبالخير بيستمر العطاء واللقاء. خلينا نروح للتقرير اللي معانا ونرجع لحضراتكم. وقف النخيل الخيري مشوار بدأته مؤسسة نبض الحياة عشان تحقق بيه التنمية المستدامة بفعل الخير. الصدقة بغرس النخل من جملة أعمال الخير التي تكفر الخطايا وتغفر الذنوب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. مشروع وقف النخيل الخيري بمؤسسة نبض الحياة كانت بداية مهمة للاستثمار الخيري، وفي وقف النخيل مؤسسة نبض الحياة قدرت تنهي مراحل زراعة 1000 فدان بسهل القروين بالفرافرة بمحافظة الوادي الجديد. وعشان ثقة المتبرعين وحبهم للخير، مؤسسة نبض الحياة قامت بمراحل جديدة في وقف النخيل الخيري. كل نخلة بيتم زراعتها في وقف النخيل هي باب لأعمال خير كتير هيستفيد منها أهالينا المستحقين، وعائدها هيصرف في أبواب الخير اللي بتقوم بيها مؤسسة نبض الحياة. ألو نبض الحياة يا فندم، مع حضرتك اتفضل. مؤسسة نبض الحياة، احنا مستمرين في حملات الخير. اقدر اساعد حضرتك ازاي؟ مؤسسة نبض الحياة مستمرين في حملاتنا في وصلات المياه وحفر الابار وسكوك النخيل وبناء المساجد. وكل متبرع في وقف النخيل زرع نخلة هتكون له صدقة ثوابها تنفعه في الدنيا والاخرة. وعشان مصداقية مؤسسة نبض الحياة، المتبرعين كانوا حريصين على المشاركة في اكثر من مرحلة لزراعة النخيل، وبفضل الله تم زراعة 7 مراحل من مشروع وقف النخيل الخيري. وفي كل مرحلة مؤسسة نبض الحياة اهتمت بأسباب النجاح لمشروع وقف النخيل الخيري عشان نوصل لأفضل النتائج. مشروع وقف النخيل الخيري مع مؤسسة نبض الحياة باب خير لكل أعمال الخير. أهلا بحضراتكم. يعني مسارات الخير ودعوات مفتوحة دايما في وقف النخيل الخيري اللي بنشوف فيه نماذج برضو. بعض الأبناء بيجوا حتى وإن تقدم بهم العمر يقول لك أنا بزرع النخلة دي لوالدي لأبويا والأمي. ويعني ردود أفعال رائعة وراقية وصالحة. والجمال ان انا سمعت في بعض من بعض الناس المتبرعين الواقفين حاجات جميله جدا. زي ايه؟ خلينا دايما في الايجابيات. لان كل الناس بتلاقي بيعلقوا على السلبيات. لا، انا عايز خلينا ايجابيين. يعني احنا عندنا في وقف النخيل الخيري مش الاب والام بس، مش الواد بيبقى بره بابوه وامه بس ابدا، ده انا بلاقيه بيعمل لحماته وهي بتعمل لحماتها، بيعمل لنسيبه وهي بتعمل لحماها. تخيل حضرتك. يعني اذا كان فيه سلبيات، لا فيه ايجابيات. فيه ناس برضو حريصه على انها تكون بتعمل خير للي جاب لها الراجل الطيب ده وهداها بالهديه دي. تقول لك لا، ده انا هعمل لحماتي عشان ده ربنا كرمني بزوجي ده اللي ساعدني واللي عايشني كويس، هي اللي ربطه وهي اللي عملته، لازم اعمل لها زي ما عملت فيها الخير. وكذلك الزوج الاقيه بيعمل لحمات. انا يعني يمكن الواحد بيشوف امثله حقيقي. انا دايما كده اي موقف، ما بيقول لك كل نخله وراها قصه وحكايه، كل نخله وراها قصه وحكايه. فالقصص والحكايات دي كلها انا بحب اسمعها جدا، وبحب استوعب واتفكر فيها، اقول شوف سبحان المنعم سبحانه وتعالى. وبعدين فضيل الشيخ محمد دائما يعني بلاقيه على طول يعني دائم الانتظار لكل
مكالمات السادة محب الخير، يعني بتحب تتواصل معهم، هم بيحبوا يتواصلوا معاك، فدايما أنت فتح الباب دايما وفتح تليفونك على طول في هذا الوصل الجميل. هو في حد يعني قبل ما أجي لحضرتك، فأنت عارف يعني أدرى يعني واحد بهذه الأحوال وهذه اللحظات السعيدة. قبل ما أجي لحضرتك تليفون استغرق من واحدة عندها مشكلة 42 دقيقة. لم أمل وأنا ورايا شغل، خدت لحضرتك وما استعجلتهاش ولا اي حاجه. هو ده الدين، واحنا يعني لازم وده توفيق من عند ربنا مش شطاره مني. هو ربنا سبحانه وتعالى يهدينا دايما ويهدي بنا، فما كان من توفيق فمن الله. نعم طبعا 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 نحمده سبحانه وتعالى ونشكره. فانا يعني بقول ايه، ان صلاح الابناء دول وصلاح الازواج والزوجات كان نابع منين؟ من الاعمال الصالحه اللي الآباء عملوها، وكان أبوهما صالحة. طب يبقى إذن إحنا أما نحرص على التربية السليمة والنشأة السليمة، النشأة اللي في طاعة الله اللي في تقوى الله سبحانه وتعالى، هنلاقي الأولاد بالتبعية ماشيين على الطريق المستقيم. وبعدين مش كده وبس، ده أنا شفت ولد وهو بيزرع لأبوه بيبكي. ليه بتبكي ليه؟ قال لي انا والدي الله يرحمه كان جاي هو يزرع معاكم، ميت بقاله اربع ايام. قال والله طلع من صلاه العشاء وفي عربيه ضربته مات، وهو اللي كان جاي يزرع. فاصريت اسيب العزة، ما انتظرش اقعد للعزة، واصريت ان انا ازرع له بنفسي علشان اطمنه. شفت صلاح الابناء بقى، يعني ما هو يعني منهج حياه، سلوكيات الابن بيعملها. طبعا واحد كان يقول ممكن كان يعني هو افور او زود في، لا هو عايز يعمل اقصى شيء في البر. يعني لو ابوه طيب، واحد تاني والده بيعمل عمليه وكان المفروض جاي في الزراعه وجات العمليه مفاجاه، قال له روح بدالي ازرع النخل، جه بداله زرع النخل. إذن هذا طريق وسبيل الأبناء من خلاله يقدروا أن يقدموا لآبائهم، ليبروا آبائهم وأمهاتهم، يقدموا لهم الهدايا اللي هم بيهدها لهم، اللي هي تظل صدقة جارية إلى أن تقوم الساعة. طيب هل الابن الثواب ده بيروح للأب أو للأم بس؟ لا، ده هو الآخر بياخد مثل هذا الأجر من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. طب وأنا لازم أستنى رحيل الأب إذا كانت الظروف يعني حكمت فخلاص أعمل لأبويا وأمي بعد رحيلهما؟ طب إذا كانوا على قيد الحياة وأنعموا بوصلهما وأنعموا برؤيتهما، فلماذا لا أقدم لهم هذه الهدايا التي هي موصولة بالآخرة والتي هي أعمالها أو ثوابها دائم، يعني كالنهر الجاري؟ نعم، بعض الأبناء يقوموا بالزراعة للآباء والأمهات وهم على قيد الحياة. ليه؟ هم ليس عندهم ما يقومون بعمله في هذا الوقف، يعني قلة ذات اليد أو ما فيش دخل. فالابن بيقوم مديلهم الهدية دي ويقول لهم ايه، انا انتوا عايزين، يقولوا احنا نفسنا نعمل نخل، حاضر انا هعمل لك نخله، هعمل لك اثنين. ويمكن عندنا امثله كثيره جدا، بس احنا هنذكر الاف الامثله. احنا عندنا الاف، كل نخله وراء قصه وحكايه، كل عمل صالح، كل عمل صالح تلاقي له دافع، ولكن بيصحب هذا الدافع توفيق الله وتوجيه الله. لأن ربنا سبحانه وتعالى ساعة أن يرضى عن عبد يستعمله، ساعة أن يرضى عن عبد يستعمله. يعني الله سبحانه وتعالى إذا كان يريد أن يحسن خاتمة العبد، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. يبقى إذن كل عمل خير أو كل عمل صالح
الإنسان بيقوم به هو إيه؟ توفيق من الله سبحانه وتعالى. أراد الله بالعبد خيراً، فالإنسان على طول لابد أن يسجد شكراً لله ساعة أن تكون هناك طاعة أو ساعة أن يكون هناك معروفاً. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يبقى إذن الفلاح لا يأتي إلا من فعل الخير، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني بالجمع طبعا، مش في كل اتجاه. زي حضرتك أنت ما شفنا بعض الأمور المؤسفة المؤلمة، يعني أي حد يقدم خير لحد مديون، لحد عايز يعلم أولاده، لحد عايز يزوج أولاده، لا كل دي أمور الله سبحانه وتعالى يجعلها في ميزان حسنات الإنسان من خلال وقف الاستثمار الخيري في وقف النخيل مع مؤسسة نبض الحياة. كل الأوجه دي هتتوفر بإذن الله من الأرباح أو من الناتج اللي بينتج من هذه النخلة التي تكون دائمة في فعل الخير. لذلك لما يمر بأي واحد أو لأي واحد ظرف مؤسف أو ظرف محزن أو ظرف مربك، وارد أنك تقع في هذا المأزق طبعا، فعشان يعني بادر عشان ما يقولكش الموقف ده في يوم من الأيام. نعم. فلما تسارع في هذه الخيرات تدرأ عن نفسك هذه المواقف المربكة بالظبط كده، زي ما بنقول إيه، الوقاية خير من العلاج في موضوع المرض وفي كل حاجة في الدنيا. الصدقة أيوة لا يتخطاها القدر. خلينا نروح للتقرير اللي معانا دلوقتي ونرجع لحضراتكم. وقف الزيتون المبارك، مؤسسة نبض الحياة في وقف الزيتون المبارك بتقدم صورة من صور الوقف الخيري اللي بتمنح فرصة المشاركة بصدقة جارية. مؤسسة نبض الحياة دشنت فكرة الوقف، فكرة الوقف اللي بدأنا بيه وقف النخيل، والحمد لله رب العالمين وقف النخيل بقى له أخ وله شريك، وقف الزيتون المبارك. مؤسسة نبض الحياة من أول ما بدأت وقف الزيتون وكان لها نصيب كبير جداً بمشاركات الناس بناء على الخلفية من وقف النخيل، بفضل الله سبحانه وتعالى كان الإقبال على وقف الزيتون منقطع النظير. ولأن شجر الزيتون بيزيد عمره لمئة سنة، فالصدقة ثوابها ممتد لسنين طويلة. بفضل الله سبحانه وتعالى تم زراعة مرحلتين في وقف الزيتون المبارك بمؤسسة نبض الحياة، كل مرحلة بتشمل 50 فدان. والمشاركة في وقف الزيتون بيكون بالتبرع بثمن شجرة 1000 جنيه أو سق قيمته 5000 جنيه لزراعة 5 شجرات، وكل متبرع بيقوم بزراعة 10 شجرات زيتون بيتم زراعة 11 شجرة باسمه، يعني شجرة هدية صدقة جارية عن المتبرع. وعائد كل شجرة هيتوجه لكل مبادرات الخير اللي بتقوم بيها مؤسسة نبض الحياة. في كل رحلة بنروحها في وقف الزيتون بنشوف المتبرعين وهم حريصين جدا ان هم يزرعوا شجرة الزيتون بنفسهم في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية، وحضراتكم إن شاء الله تكونوا معانا في المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة اللي هتكون خطوة في مسيرة الخير اللي بتسعى لها مؤسسة نبض الحياة مع حضراتكم. رسالتنا ان احنا ندعم الوقف بأكبر قدر ممكن، رسالتنا ان احنا نخلي كل واحد فينا له نصيب من الوقف. نصيب من الوقف يعني نصيب من الصدقه الجاريه تشفع وتشهد لنا في الدنيا وفي الاخره. اهلا بحضراتكم. فضيله الشيخ محمد، مع احياء سنه الوقف وحرص مؤسسه نبض الحياه على ان تفتح مساحة المشاركة لكل الناس، فطبعا كل واحد بيناسبه المشاركة في الزيتون أو في النخيل، فده فرصة، بتبقى فرصة عظيمة للناس، لأن حب الخير حب صاحبه عايزه يمتد ويبقى مفعوله وتأثيره على طول المدى، فيجي وقف الزيتون المبارك عشان يسمح بعدد أكبر بالمشاركة. ما هو سبحان الله، يعني تيسير الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله سبحانه وتعالى لعباده وإخلاص النية لله
يعني من ضمن الأمور والأشياء التي سررت بها إن أنا أجد امرأة تقول أنا كان نفسي أعمل وقف بس يعني ما فيش، فما صدقت إن أنا حوشت 1000 جنيه عشان يبقى لي وقف زي الناس. 1000 جنيه عشان يبقى لي إيه؟ عايزة تعمل شجرة زيتون. فتخيل الفرحة بتاعتها، وهي ذكرتني بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بال حضرتك دي حوشت، يعني ادخرت، يعني غابت فترة من الزمن عشان تكون 1000 جنيه اللي بندفع في أي حاجة دلوقت. خدت بال حضرتك؟ يعني سبحان الله. لكن الست دي ذكرتني بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رب درهم يسبق 100,000 درهم. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال صاحب الدرهم ليس عنده إلا درهمين، أنفق واحدا في سبيل الله وأبقى لنفسه واحدا، أما صاحب 100,000 فإن عنده مال، عنده ملايين، عنده ملايين، اقتطع منه جزء، عشرات المئات، أيوة، جزء من هذا المال. فتخيل حضرتك يبقى الإنسان لا يستقل أبدا الصدقة اللي هو هيعملها، لأنها فعلا هتنفع ناس كتير. وسمعنا في التقرير والأستاذة بتقول إيه، إن بتبقى 100 سنة على شجرة الزيتون. لا، مش 100 سنة بس، ما هو 100 سنة دول من خلال 100 سنة دول أصبح فيه زراعة تانية واستحداث أنت السبب فيهم. إذن هو ممتد إلى أن تقوم الساعة، عمل خير ممتد إلى أن تقوم الساعة. لذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي يرى هذه الأوقاف، وحين يقال كلمة وقف لله يبقى في حصانة، في حصانة إلهية. زي بالضبط كده، يعني حد بيقول لي مثلا شوف الست دي، قلت له لا 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 لا، خلي بالك المرأة محصنة من عند الله. ربنا قال لنا ايه؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يا ابني في حجاب، فيه أدب، فيه التزام، دي محصنة، انت بتبص هتتحاسب. فالوقت يعني كذلك، يعني حاسب على اللفظ، على النظرة، على الكلمة، على الصح بالضبط. طيب يبقى إذن هذا وقف لله، يبقى إذن هو محفوظ من عند الله، خلاص يعني يبقى لازم يبقى فيه خط أحمر، خدت بالك؟ فإذن هذا العمل عمل لوجه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يرعاه، والله سبحانه وتعالى يزيده، والله سبحانه وتعالى يجعله في قضاء حوائج الناس. لا يدري أحد لماذا هذا الوقف، ولماذا أنشئ هذا الوقف، وإيه اللي سخر الناس القائمين أو الإدارة إنها تقوم بزراعة وقف أو تفكر في هذا الوقف. هل ذكاء أو فطنة من أي إنسان؟ أبدا، ولكنه توفيق وتسخير من الله سبحانه وتعالى لمن يقومون بهذا العمل، لأنه يريد لهؤلاء الذين قاموا بوضع أموالهم وقفا لله سبحانه وتعالى، يريد لهم الخير. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. ولكن وبهذه النوايا التي تسكن هذه القلوب الطيبة والحريصة جدا على عمل الخير، بيكون أدعى إلى أن ندعو الله دائما أن يتمم علينا نوره، وأن يتفضل علينا بكل أسراره وبكل نفحاته، أن يحفظ هذه الأعمال في مزرعة، دي مزرعة وقف النخيل الخيري، أو مزرعة الزيتون الخيري المبارك لمؤسسة نبض الحياة. نعم. مش بتاعة مؤسسة نبض الحياة، لا، ده هي بتاعة ربنا سبحانه وتعالى، وقف لله تعالى، بس اللي نفذت إيه؟ مؤسسة نبض الحياة، من خلال هذا التواصل وهذا الوصل وهذا الدعاء المستمر بأن يبارك فيه. فالله سبحانه وتعالى يمدنا دائما بهذا الخير العميم وهذا الفضل الكبير. وهنطلع الفاصل القصير ونرجع لحضراتكم.
أهلا بحضراتكم، واسمحوا لنا نعرض لحضراتكم الآن أرقام التليفونات وعناوين مؤسسة نبض الحياة اللي تظهر قدام حضراتكم على الشاشة، المركز الرئيسي، الفروع التانية، ربنا يكثر فروع مؤسسة نبض الحياة في كل محافظات جمهورية مصر العربية، وأرقام التليفونات والخط الساخن 15740 ليسهل الاتصال بالمؤسسة لمعرفة كل التفاصيل حول مبادرات ومسارات الخير في مؤسسة نبض الحياة لكيفية التفاعل معها والمشاركة فيها. ونروح لتقريرنا الأخير عن محطات المعالجة والتنقية. محطات معالجة وتنقية المياه من أكبر إنجازات مؤسسة نبض الحياة اللي بيستفيد منها آلاف الناس. عندي إيمان كبير قوي إن كل واحد في الحياة ليه دور لازم يأدي، ومن الأدوار المهمة في حياتنا هو إن أنت تبذل لله سبحانه وتعالى وتنفق لله سبحانه وتعالى. ومن الأشكال اللي إحنا بننفق فيها وإحنا مبسوطين وبيكون في سعادة في حياتنا وبترجع على حياتنا وبركة في أولادنا هي صدقة المية، كوباية المية اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها وجعلنا من الماء كل شيء حي. إحساسك لما حد بيشرب كوباية مية أنت قدمتها له، وده أعظم سعادة وأعظم شعور أنت ممكن تحس أن أنت تقابل ربنا بالشعور ده وأنت مرتاح. مؤسسة نبض الحياة فتحت الباب لسهم الصدقة في محطات معالجة وتنقية المياه قيمته 25,000 جنيه، وكمان جعلت مفيش حد أدنى للصدقة، يعني بما يتيسر لك. محطات معالجة وتنقية المياه اللي بتجوب مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، يمكن عندنا أكثر من 13 محافظة تم إنشاء محطات معالجة وتنقية فيها علشان تخدم إخواتنا وأهلنا في هذه الأماكن الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا. عشان كده كان وجود محطات التنقية بيدينا مساحة كبيرة جدا إن إحنا نكون سبب في إن آلاف الناس تشرب كوباية مية نظيفة بعمل واحد بس، وده كله خدمة لأهالينا المستحقين. ربنا يبارك لكل إنسان كان له نصيب من المشاركات دي في محطات معالجة وتنقية المياه في كل محافظة من محافظات مصر. هتلاقي أثر وبصمة لمؤسسة نبض الحياة وخصوصا في سقي الماء. منتظرين دعم حضراتكم علشان خاطر الفرحة اللي أسسناها في محافظات كبيرة جدا وكتيرة جدا، عاوزين نفس الفرحة أو أكبر تتحقق في المحافظات دي. كل ده مش هيتم إلا بدعم حضراتكم مع مؤسسة نبض الحياة. أهلا بحضراتكم، ودايما وإحنا بنشوف هذه التقارير ونشوف المحطات ونشوف قد إيه بيعم النفع ويعم الفضل ويكثر الثواب والبركة. بنقولك إيه، ربنا يطرح البركة في العمل ده، ربنا يطرح البركة في 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 كل حياتنا. خلينا نشوف قد إيه مؤسسة نبض الحياة من نقطة الانطلاق والبداية. طبعا البدايات يعني بتحمل أحلام كبيرة، يا ترى هتتحقق ولا لا، بس مع الأيام تثبت مؤسسة نبض الحياة بكل رجالها إنهم يعني دايما عند حسن الظن. يعني يمكن خير مثال الأسبوع الماضي شاب من الشباب ربنا يبارك فيه يا رب ويجعله في موازين حسناته، نزل من الإمارات مخصوص عشان يعمل محطة تنقية، ودي المؤسسة، وجلس مع المختص والمسؤول واستكشف واختار قرية في بني سويف، فاختار يعني اختار قرية في الصعيد. فقال لهم هتنفذوا في قد ايه؟ قالوا ان شاء الله الاسبوع الجاي يعني 15 يوم تكون المحطة مستلمة. فكان في قمة السعادة وقال فعلا انا جيت المؤسسة ومتأكد ان انا هلاقي اللي انا عايزه. فطبعا الانسان بيسعد. فتخيل حضرتك الانسان لما يتفكر في القيمة التي تكون للانسان عند الله في المقابل المادي،
يعني التكلفة بتاعت المحطة 300,000 مثلا أو 350. طيب يعني هذه التكلفة إنتاجها إيه؟ أما أنا عايز أشوف، إحنا دايما أما يكون عندي معايا مال وعايز أستثمره بعمل بشوف العائد، بشوف العائد واشتغل في أي إطار أو في أي مسار عشان يبقى حتى بنسميه في 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 علم في الاقتصاديات العائد والمخاطر والاستثمار والعوائد بتاعته إيه بالظبط. كلما تعاظم العمل كلما تعاظم الإيراد بتاعه أو العائد بتاعه. طيب يبقى أنا بدور على أكبر ربح هربحه. فأنت متخيل حضرتك أما يكون فيه أنا بحط 300,000 بيجيبوا لي من 25 أو من 20 ل 25,000 لتر مية كل يوم. 25,000 ألا اللتر بكام؟ أما بتشتريه مية دلوقتي اللتر بكام؟ بكذا يعني مثلا بكذا احسب شوف كم واحد حيشرب من اللتر المية، شوف كل شربة حيبقى بها مغفرة كم ذنب. تخيل حضرتك ان ربنا سبحانه وتعالى غفر لمن ارتكبت الكبيرة، غفر لها بسقي كلب، ما بالنا بمن يسقي انسان كوب ماء نظيف. ومعنى كوب ماء نظيف يعني صيانة ووقاية للصحة، صيانة ووقاية للفكر، صيانة ووقاية للمجتمع. كل الناس يعني الرجل اللي بيعمل حاجة عمل زي ده أو الست اللي بتعمل عمل زي ده بتكون سبب في وقاية الناس صحيا وعقليا واقتصاديا. كل الأمور اللي هي ربنا سبحانه وتعالى يعطيها الأجر والثواب عليها. فيعني أنا عمال أحسب، طب هحسب ربح إيه ولا إيه ولا في اتجاه إيه ولا في اتجاه إيه؟ ده المحطات دي شيء سبحان الله، ولذلك أنا أعتبره من توفيق الله سبحانه وتعالى. يعني كون إن ربنا يوفقك لعمل خير زي ده فده توفيق من الله سبحانه وتعالى. كون إن إحنا نجد إقبال بالشكل ده على محطات التنقية والمعالجة ده توفيق من الله سبحانه وتعالى. وهنيئا لفاعل الخير، الناس اللي عملوا أكتر من 10 محطات مية ويرفضوا أن تذكر أسماؤهم، هنيئا لهم، هنيئا لكل إنسان يقوم بعمل هذا الخير لوجه الله سبحانه وتعالى. شوف المقام بتاعه هيكون فين. ما حضرتك يعني للأسف في ناس بتعمل أعمال وما تعرفش مقامتها إيه عند ربنا. يعني ممكن أنت تساعد حد أو تبتسم في وش حد كئيب أو تعبان، أو ابتسامتك هتكون سبب في إسعاده، دي تكون سبب لك لرفعتك في مكانة معينة عند ربنا. كلمة طيبة، عمل طيب، ولما تطلع عليه لما لو يعني طلعت تفضي إلى الله، تفضي إلى ما قدمت بعد الانتقال تقول يا سلام يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني زودت من ده، يا ريتني كملت المشوار، يا ريتني في الأثر ما يشبه هذه الأمور. يعني أخبرنا بها الصالحون، يعني كم يتمنى الإنسان أن لو عاد إلى الحياة مرة أخرى ليتم عملا أو ليبدأ عملا أو لينشئ عملا عرف ساعة أن أنفاق في الآخرة قيمة هذا العمل. يا ليتها كانت الجديدة. هي دي. وعايزين يعني اخذ وعد من فضلش محمد انه يحكي لنا الحكايه دي. حكايه مهمه جدا 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 جدا، وحكايه من الحكايات الماثوره اللي بتدفع الانسان دفعا الى انه يلحق نفسه بالظبط، يلحق حتى اهلي اللي يقول لك فوق وانت في الدنيا قبل ما تفوق هناك، لاني لما تفوق هنا بتبقى تقدر تلحق نفسك، هناك لما تفوق هتعمل ايه؟ مفيش لا حول ولا ولا قوه، خلاص خلصت، فوق دلوقتي انتهت القصه، ما عادش الانسان يقدر يقدم لنفسه اي شيء، ليس لك الا ما قدمت. فالانسان لازم يقدم لنفسه الخير. قدم لنفسك خيرا وانت مالك من قبل ان تصبح فرضا، ولو نحالك حالك ولست والله تدري اي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. طب ما أنا في إيدي أن أقدم لنفسي خير من مالي اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلني حارس عليه. ولذلك يقول جدي رضي الله عنه سيدنا علي: ضع المال في جيبك
ولا تضعه في قلبك، يعني عشان يبقى سهل ان انت تطلعه. ما مضى فات. نعم. والمؤمل غيب. نعم. وليس لك الا الساعة التي انت فيها. نعم. فاجعل هذه الساعة طاعة. نعم. يعني دائما ندعو الله تبارك وتعالى لكل متبرع ومتبرع وكل السادة المشاهدين ان ربنا ينعم علينا من واسع فضله بتوفيقه وكرمه ومنته علينا، ان يوفقنا دائما الى اعمال الخير، وان يستعملنا دائما في عمل الخير وفي قضاء حوائج الناس. اللهم بارك لنا في ديننا، وبارك لنا في أموالنا، وبارك لنا في عافيتنا، وبارك لنا في أسماعنا، وبارك لنا في أبصارنا، واجعلنا من سعداء الدنيا والآخرة، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. خالص الحب والتحية والتقدير فضيل الشيخ محمد رضا من علماء الأزهر الشريف، شكر الله لك. الله يبارك فيك. ودائما نلتقي على هذا الحب وعلى هذا الخير، وباتصالكم المباشر والمستمر والدائم لمؤسسة نبض الحياة يستمر العمل ويستمر اللقاء ويستمر العطاء. دمتم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بنعبدك ونصوم ونصلي يا ربي يا منعم يا كريم، وطمعانين في رضاك وبندعي تجود علينا بقلب سليم، محب للخير صافي وراضي من الخطايا معافى سليم، في العسر بيزيد صبره ويشكر وفي يسر ليك بيزيد تسليم. ولو في يوم قصرنا في شكرك وانشغلنا يوم عن ذكرك، بنعيم علينا بنعمة.